learn Photoshop, Illustrator, and After Effects with. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد شوقي. النهاردة ان شاء الله هنعمل درس ازاي تعدل على الصورة باسلوب كده حلو شوية، تحس ان الصورة متحركة شوية، موشن جرافيك، يعني مش موشن جرافيكس، يعني تحس ان الصورة متحركة، بيبقى فيها موشن كده، بس هو يعني هو بيبقى افكت انت بتعمله في الاخر، يعني انت اللي بتعمله بايدك. زي ما انتم شايفين في الصورة كده، طبعا في تعديلات كتير وانواع تعديلات كتير، بس انا التعديل ده كنت عامله قبل كده وحبيت ان افيدكم بيه. يعني الموضوع سهل جدا خالص، يعني مفيش اي حاجة، انا بس حبيت اعمل درس حتى للناس اللي مش عايزة، يعني اللي مش عارفة او لسه مبتدئة في الفوتوشوب. نبدأ. طبعا في انك تختار بالسلكت، تعمل بالكويك سلكت، وممكن تعمل بالبين تول، ممكن تعمل بالماجنتيك، بس احنا عشان انا عايز اخلص شوية عشان بس وقت كده، ممكن اعملها بالكويك ونظبطها في الاخر. تمام، تيجي عند الصورة اهو، تختارها، بتقلل التدوت عشان تعمل براحتك اهو اهو، تحدد المناطق اللي انت عايزة تاخدها. تمام، مش مهم لو حتت زيادة جت هنشيلها، هنعرف نشيلها ازاي. تضغط شيفت، انت كده انا وقفت شلت ايدي من على الماوس، لازم اضغط شيفت عشان اكمل السلكت اهو. تمام، نيجي هنا نضغط الت عشان تشيل عشان تزود، قصد شيفت زي ما انت عشان تزود الحتت دي. تمام اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو، احنا مش عايزين الحتة دي، بتضغط الت عشان وتضغط عليها هنا كده في المكان دوت، هتلاقيها اتشالت، واحنا برضو عايزين الحتة دي بقى، تاخد شيفت. تمام، اقصد الت اهو، تمام. طبعا بنته الاحسن سلكت، بس معلش انت بس تفهم الفكرة، ان انت لازم تعمل سلكت الشخصية اللي انت عايزها. تمام كده، لسه الحتة دي. تمام، عايزين احنا الكورة، نضغط شيفت تاني برضو. تمام، هناخد الصورة دي كوبي لوحدها، او معلش لحظة، تاخد تضغط كنترول سي كنترول في، الصورة اتاخدت لوحدها. طبعا مش هنمسح الصورة دي. انت ممكن هتلاحظ ان مثلا في حتت مش مظبوطة، فاحنا ممكن نرجع باك تاني بالت كنترول زد، وانت على السلكت بتعمل ريفاين ايدجز عشان تظبط ايه الحاجات اللي في الجنب. تمام، كل صورة طبعا بتختلف عن التانية، انا حاسس ان الصورة مش مظبوطة شوية في السلكت، معلش. احنا مثلا نظبطها احنا هنا، تضغط اوكي، اهم حاجة هنا تكون في نون لير. تمام كده ماشي، نيجي عند اللاير اللي تحت، في فلتر، فنخش في البلور، في موشن بلور زي ما انت شفت اهوت. تمام، بتظبط ده كده الصورة اللي تحت، انت ممكن تظبط اللي انت عايزه، بس احنا طبعا مش عايزينها كده، عايزينها تبقى شبه واقعية شوية. تمام، يعني في حدود 5 مثلا، يعني كده اهو 49، حلو. تمام، تضغط ممكن نقلل السن، يعني اشوف اللي يناسبك، تضغط اوكي. تمام، هناخد الصورة دي كوبي تاني، تضغط الت، يعني تيجي على اللاير زي ما انت، تاخد الت كده، تضغط عليه، تسحبها لورا. تمام، تشدها ورا هنا كده، بس طبعا الحتة دي مش هتعجبك، فهتاخد البراش، قصدي المقومة،
تضغط كليك يمين تختار البرش ديت اللي فيها الهاردنس، تمام، وتمسح الأطراف دي كده اهو، تحس ان الصورة مدموجة. تمام، نعلي الإضاءة شوية بالكرفس اهو، تمام. بعد كده في بقى حاجة تانية عايزين نعملها، طبعا احنا هنعمل نيو لاير بس الأول. دلوقتي احنا مش عايزين الصورة كده، احنا عايزين نشوف الإفكت الذهبي اللي فوق، تحس ان الصورة تاخد إفكت وكده. طبعا في حاجة اسمها اهي جرادينت، تمام. هتختار مثلا اللون اهو الذهبي مثلا، يعني شبه الذهبي او الاصفر، واللون الاسود، تمام، او الرصاصي، شوف اي حاجة، تمام. تعمل نيو لاير وتيجي عليها اهو جرادينت، تلاقي الصورة عملت كده. طبعا عايز تخليها من تحت تخليها من فوق براحتك، تضغط على الحتة، يعني احنا مش عايزين الفيد، احنا عايزين الحتة دي يبقى فيها لون برضو، اختار ام لون، تمام، تضغط اوكي. لازم تكون لاينر او شوف، بس على حسب الايفكت اللي انت عايزه، بس احنا عايزينها كده، تمام. احنا طبعا مش عايزين الاصفر من تحت، انا عن نفسي بعمله من فوق. فهتضغط كليك يمين، انت مينفعش تتحكم في الصورة وهي كده في اللاير ده، فتضغط كليك يمين تعمل كاستمايز، تمام، هتلاقي ان اللاير اتفك وانك تتحكم فيه. هتضغط كنترول وتي عشان تفتح ترانسفور، تختار كليك يمين فيرتيكال كده، هيتقلب 90 درجة، تمام. هتيجي على هنا وتخليها بين، دور معايا على حاجة اسمها بين لايت اهو، تمام. واحنا نقلل في الفيل او الاوبسيتي، تمام، زي ما انتم شايفين اهو كده، بس الموضوع تافه. الرسمة اتعملت، طبعا بتستخدمها في حاجات كتير جدا، ده افكت بس انت بتظبطه. طبعا لو مفيش البلور اللي ورا ده اساسا، انت ممكن تعمله سهل جدا. مثلا لو الصورة، يعني مثلا اهو انا حدم في الصورة دي دلوقتي، تمام. لو الصورة مثلا مفيهاش الفوكس اللي وراه، انت ممكن ومثلا عايز تخلي ده تعمل ده سلكت لوحده، تمام، تاخده كنترول و سي كنترول و في عشان تعمل كوبي، يبقى انت معاك الشخصية دي لوحدها، تمام. وتحتفظ بالخلفية برضو، تيجي عند الفلتر بلور فيلد بلور، تمام، هتلاقي الصورة تعمل كده زي ما انت عايز، تظبط الفوكال زي ما انت، يعني ده البلور الفوكال ده بالفوتوغرافر، يعني بالفوتوغرافينج علينا يعني، ماشي. بس كده تضغط اوكي، ده لو مفيش البلور اللي ورا اساسا. وبعد كده تعمل الموشن، ده تعديل الصور. الجريدينت دي ممكن تستخدمها في انك تعمل افكتات خاصة بيك، مش لازم تستخدم فلترات، ومش لازم تنزل فلترات عشان احنا بتبقى فلوس. طبعا الناس اللي يعني ما تجيبش جودة الفوتوشوب لجودة الفون مثلا، الفلترات بتبقى موجودة، بيبقى في برامج كتير بتنزلها حتى على الكمبيوتر وبتبقى فيها فلترات بس تعبانة والجودة بتاعتها بتبقى وحشة. انت ممكن تعمل الصورة الخاصة بيك وتظبط الاضاءة بتاعها، وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، ده اللي انا كنت عايز اوصله النهاردة، موضوع سهل والدرس مش هياخد كتير، واتمنى ان يكون عجبكم، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معاكم محمد شوقي.